اسمعوا يا بني تغلب، أنتم تعرفون أن لدي 10 أولاد. أنتم طلبتم جساسا الذي لا أستطيع الوصول إليه، وهماما الذي لا يسلمه إخوته وأبناؤه، وهؤلاء أولادي الآخرون الذين تعرفونهم، فاختاروا واحدا منهم واقتلوه بابنكم. ليس في دم أولادك دم يساوي دم كليب. ما تقول في هذا يا ابن عباد؟ القول لأهل القتيل. لم نأتي لتعطينا أرذال أولادك. أرذال؟ وحق ما آمنت به العرب، ليس فيهم إلا الفارس الشهم والفحل الكريم، وكلهم طيبون خؤولة والعمومة. كفاك يا مرة، ما أنت في سوق تدلل به على أولادك، لقد سمعت ما قاله القوم، فإن كان عندك غير ذلك فهات. لماذا إذن لا تتبعون شريعة العرب في مثل تلك الحالة؟ إن شئتم فلكم 1000 ناقة تضمنها لكم قبيلة بك. ما نحن هنا لتمنحنا جمالا أو تسومنا اللبن. أنت تعلم أن دم كليب لا يساويه دم الرجال، فكيف ترى أن تساويه بلبن الجمال؟ وإن الدم لا يغسله إلا الدم.